كان عندي صالون حلاقة، وبال 2008 صار هجوم مسلح على المحل وصار الحادث. أكيد يهمني إنه لما أفتح الصالون راح يستقبل هيجي حالات، لأنه أنا أواجه هواي صعوبات بالصالونات لما أروح، لأنه ما مفكرين بهيجي حالة. صح أواجه هواي صعوبات بحياتي، بس عندي الصبر. يعني حلمي الأول إنه أمشي على رجلي، إنه أتعالج، وإنه يكون مستقبل ملاك زين يعني إن شاء الله. يلا ملاك، خلونا نفتح. أي مثل صديقة أختي، يعني حلمي أكمل دراستي وأصير لوشر.